الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. هذه قراءة لنظم عقيدة أهل السنة، وهي أرجوزة من نظم الشيخ العلامة أبي الحسن علي الغماد التونسي المتوفى سنة 1090 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، رحمه الله ونفعنا بعلمه آمين. تنبيه: قراءتي لهذه المنظومة وأمثالها هي لأهل الاختصاص، ليس للعوام والمبتدئين، والله الموفق. هي لطلبة العلم المتقدمين المعتنين بدراسة الفرق والمذاهب والنحل والباحثين عن النوادر، والله الموفق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال علي: نجل عبد الله المرتجي مغفرة الإله، الحمد لله الذي هدانا لملة الإسلام واجتبانا، ثم الصلاة والسلام أبدا على نبي قد أتانا بالهدى، محمد وآله أولي الشرف وصحبه خير قرون من سلف. وبعد، فالمقصود من هذا النظام معرفة الإله والرسل الكرام، فالله واجب الوجود والقدم، له بقاء لا يشاب بالعدم، وواحد وقائم بنفسه، مخالف لكل مخلوقاته، بقدرة إرادة علم حياة، سمع كلام بصر صف ذا الإله، بكونه حيا عليما وقدير، ومتكلما سميعا وبصير، مريدا أيضا يستحيل العدم، كذا الحدوث والفناء اللازم، وكونه مماثلا لخلقه، وكونه ذا حاجة لغيره، وكونه مركبا في الذات، وكونه في الفعل والصفات، له مماثل تعالى الله، والعجز والإكراه أو معناه، والجهل والموت كذاك الصمم عن العمى منزه كذا، والجهل والموت كذلك الصمم عن العمى منزه كذا البكم، وفعل كل ممكن أو تركه في حقه الجائز وفي ضده، لو كان ذا ممتنعا أو واجبا لانقلب الممكن فرضا واجبا أو فرضا لازبا، أو مستحيلا ذا محال بين عند الذين كفروا وآمنوا، دليلنا على وجود الله حدوثنا اللازم للتناهي، حدوثنا دليله التغير في الجرم والعرض، وفي الجرم والعرض وفيه أظهر، دليلنا على البقاء والقدم أن الحدوث والطرو للعدم يستلزمان الدور والتسلسلا، وهو محال ظاهر للعقلاء، لو ماثل الإله ما سواه لكان حادثا تعالى الله، وصفه بصفة المعاني والقدم الثابت بالبرهان، دليلنا أن الإله قائم بنفسه ليس بجرم فاعلم، دليلنا أن الإله واحد وجود هذا العالم المشاهد، دليلنا أن الإله واحد وجود هذا العالم المشاهد، لأنه عند التعدد المحال عجز الجميع لازم بكل حال، دليلنا أن الإله ذو صفة من قدرة إرادة علم حياة الظاهر، دليلنا أن الإله ذو صفات يعني من قدرة إرادة علم حياة، أن انتفاء هذه يستلزمون في الحوادث محال يعلم، دليل سمع وكلام وبصر إجماع أمة وقرآن خبر، وأنه لو انتفت لاتصفا بضدها وهو محال فعرفا، صدق أمانة وتبليغ أتت من واجبة الرسل عنهم انتفت، أضدادها من كذب خيانة، كتمان شيء الزموا بيانه، وجائز في حقه مثل المرض، خوف وإغماء لا جنون يعترض، وكل ما هو قادح في رسالتهم، فهو مستحيل عليهم. ثم هذا البيت فيه كسر، وكل ما هو قادح في رسالتهم فهو مستحيل عليهم، ثم هذا به كسر غير متزن، لو لم يكونوا صادقين لزما كذب الإله المستحيل فعلما، لأنه بمعجزات باهرة صدقهم في مجلس المناظرة، لو فعلوا المكروه والمحرم لانقلب المكروه طاعة لما، علمت من وجوب الاقتداء والله لا يأمر بالفحشاء، لو كتموا من شرعه ما أمروا به إلى العباد أن يبلغوا، كان التأسي لازما ويجتمع أمر ونهي وهو أيضا ممتنع، دليل ما جزى على الرسل الكرام ما شاهد الأصحاب من خير الأنام، صلى الله عليه وسلم رضي الله عن الصحابة، من مرض أكل وشرب ونكاح، إذاية القوم مساء وصباح، بالحمد لله ابتداء والختام، ثم الصلاة بعد يتلوها السلام على نبي جاء بالآيات،
وآله وصحبه الهداة. انتهى. اللهم صل وسلم وبارك على محمد بعدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومدى كرامتك يا إله نجيم كل ضيق، فأنت إلهنا مولى الجميع، وهب لي في منزلة المستقر والمسكن ثم دفن البقية وفر لي والوالدي والمشايخ والمسلمين. آمين.